حول هذه التصريحات ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين، ماذا تعني هذه التصريحات؟ نعم محمد، ملخص ما صرح به وزير الدفاع الروسي شويغو في مشاركته في قمة شنغهاي في كازاخستان هو أن شويغو أكد على أن بلاده لا تريد مواجهة الناتو أو الصدام العسكري مع الناتو، وعلى الرغم من أن الناتو يمول ويسخر ما لديه من قدرات عسكرية إلى القوات الأوكرانية لمواجهة روسيا، إلا أن موسكو لا تريد هذه المواجهة. أيضا شويغو تحدث عن أن بلاده تطمح لتشكيل عالم متعدد عدد الأقطاب، ولعل قمة شنغهاي هي دليل على أن هذا العالم بدأت ملامحه تتشكل بعد العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية. إضافة أيضا إلى أن شويغو لمح إلى التخوف الروسي من مواصلة القوات الأوكرانية استهداف محطة زاباروجي النووية والكارثة التي يمكن أن تحدثه هذه الهجمات التي تقوم بها القوات الأوكرانية على حد وصف شويغو. محمد، ما تريده موسكو الآن هو ليس المواجهة العسكرية مع الناتو، لأن القيادة الروسية تعلم جيدا الحجم العسكري وأيضا القدرة العسكرية التي يتمتع بها حلف الناتو، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من الأقوى جيوش في العالم إن لم تكن هي الجيش الأول في العالم. لكن موسكو أيضا دائما ما تتحدث عن أنها مستعدة لأي مواجهة عسكرية، وأن الأسلحة الروسية تتفوق على الأسلحة الغربية، وهي مستعدة في حال أرادت الولايات المتحدة أو أراد الناتو إلى مواجهتها عسكريا فهي مستعدة لهذا الشيء. أشكرك. وعندها لربما روسيا تقوم باستخدام أسلحة على رأسها السلاح النووي. أشكرك شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو.